أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم
ألا يرون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ألا ترون